طبعا في شهر رمضان نورت الشاشة الصغيرة بنحب تاني ليه والاختيار، كنت ضيف شرف في الاختيار. كنت ضيف شرف الاختيار ونحب تاني ليه وان شاء الله في اعمال مهمه جدا. بس هو رمضان طبعا هو شهر خير وبركه وربنا يعني يجعلنا دايما موجودين في شهر رمضان. العمل بقى مع ياسمين عبد العزيز مش اول مره، وهي فنانه جميله وفي كيمياء ما بينكم. ياسمين عبد العزيز ممثله جميله جدا وانسانه رائعه جدا، وده تاني لقاء بينا، واعتقد ان يعني في كيمياء كده في الفن مهمه قوي. فنانة رائعة وشاطرة ومجتهدة، وكل الكاست الحقيقة كان حاجة عظيمة جدا، من ابتداء من الورق أستاذ عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري والأستاذ شريف منير وكريم فهمي، كل عناصر العرض الحقيقة سوري المسلسل كانت عناصر مهمة جدا. دايما الناس بتنسى تذكر الصورة، أنا دايما بقول الصورة بقت حاجة مهمة جدا وحاجة أساسية جدا في شغلنا. زيتون مدير تصوير مهم جدا، شركة الانتاج سينرجي، اعتقد ان احنا كنا مقدمين عمل مهم جدا. الاختيار طبعا بيتر ميمي وعمل وطني بقى يعني عصر ومجموعة من نجوم مصر، في حب مصر وفي خدمة الوطن. الفن لاول مرة بقالنا او بقالنا سنين مش لاول مرة نعود الى خدمة الوطن، وده دور الفن، ده دور حقيقي يعني. جديدك بقى اللي انت هتصوره الساعة 6 الصبح على طول. انا الساعه 6 الصبح ان شاء الله عندي مسلسل اسمه الا انا، ايوه هيتذاع في خلال ايام قليله جدا، بطوله شيري عادل وميدو عادل وانا ومجموعه كبيره جدا من الممثلين. دورك بقى في المسلسل؟ طبيب رومانسي محب ولكن يحب في صمت. الله. الى ان يصل الى هدفه. الله، الحب يعني في صمت ده بنغير اعظم انواع الحب يعني او اشكال الحب، الحب في صمت. حب الصمت بالظبط كده، طرف واحد زي ما بالظبط كده. ان شاء الله دايما يعني كل جمهورك بيحبك وانت بتحبه، الحب من طرفين طبعا. بنحبك جدا وسعيد بلقائي معاك وسعيد بنجاحاتك، وان شاء الله دايما معاك في كل حاجه حلوه بتعملها في حياتك. ربنا يبارك، نورتونا ودايما مع بعض. شكرا.